السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم تيفي. نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير ان شاء الله. واليوم كيف ما عودتكم دائما السهل والسريع والصحيه لذيذه بالخضر بدون لحوم. اذا اليوم ان شاء الله عندنا خضر من نوع اخر، عندنا السلاوي، فكيجي زوين ورائع ما يحتاجش نهائيا اننا نطيبوا مع اللحوم. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم وصفه يعني غير معتاده، فغنطيبوا السلاوي بواحد الطريقه اللي هي زوينه، فكيجي معسل معلك وزوين بزاف، والمكونات اللي فيه كلها صحيه وسريع، يعني كيطيب بواحد السرعه اللي هي كبيره. هانتوما معايا ان شاء الله حتى تشوفوا مكونات هذه الوصفه اللي هي صحيه وسهله كتوجد بسرعه غير مكلفه وبدون لحوم. اذا اغلبيه كيكون عندنا السلاوي، هو نوع من انواع القرع الاخضر، السلاوي هو هذا، وما كنعرفوش ما نديرو به، اكثريه كنطيبو غير مع اللحم. اذا اليوم وصفه ان شاء الله سهله مهله. اذا غادي نحضروها ان شاء الله بالسلاوي وحبه طماطم. اذا اول شيء بعد نصيحه بالنسبه للسلاوي، فاش تكونوا تشريوه من الافضل اختاروا سلاوي بحال هكذا، يكون رقيق شويه ويكون اللون ديالو اخضر، هذاك هو السلاوي اللي كيكون طري، يعني ما كيشدش وقت طويل في الطبخ ديالو. اما داك اللي كيكون صفر وكيكون غليظ وكبير، هذا كيكون شويه كبير وكيشد لينا وقت لانه ما كيكونش طري. اذا هذا كل ما يتعلق بكيفيه اختيار السلاوي. اذا احبتي كيف شفتوا معايا عندي هنايا تقريبا نصف كيلو ديال السلاوي، ها هو من بعد ما قشرته وحيدت له القشره الفوقانيه. ممكن انكم تقطعوه قطع صغيره بحال هكذا باش دغيا يطيب لكم، وممكن انكم تحكوه باي طريقه بغيتو، شي حاجه اللي كتنقص عليكم الخدمه في الكوزينه. انا عندي هنا هاد القطعه ديال الخضر دغيا كندوزو فيها بسرعه، ها هو واجد. اذا ممكن تدوز لكم اذا ما عندكمش قطعه ولا شي حاجه مزيان، غير تحطو طريقه صغار. الى عندكم شي اله هكذا ديال الطريقه هكذا باش بسرعه كيوجد، ما كياخذش لينا وقت طويل. اذا ها هو السلاوي ديالنا من بعد ما حكيته، بعد ما قمت بالبشر ديالو ولا حكيته، كناخذوا الان هذيك حبه الطماطم، ها هي طحنتها، طحنوها ولا حكوها اللي بغيتوا اللي يجيكم سهل. وقطعت القزبر ومعدنوس تقريبا كثرت شويه، يعني شي 3 الملاعق كبيره، كيجي بنين بزاف مع القزبر ومعدنوس. درت هنا واحد 3 الفصوص ديال الثوم، هنا عندي انا الثوم اللي كنحتفظ به، ها هو مبقاش عندي، يلا غادي نعاود نخدمه ان شاء الله. راح حاطه لكم في القناه اللي بغى يستافد منه، كيبقى زوين بزاف وخا يبقى حتى عام كامل كيبقى لذيذ وزوين ومحترف بالنكهه ديالو. ضفت هنا القليل من الهريسه او الشطه او الحار اللي كيبغيها. ضفت شويه د الملح، الملح طبعا حسب كميه المكونات اللي عندكم، واحد نصف ملعقه صغيره. وضفت شويه د البابريكا او الفلفل الاحمر التحميره، وشويه د الابزار او الفلفل الاسود، غير القليل فقط، قليل راس ملعقه. وهنا ضفت القزبر يابس. اذا هاد المكونات او هاد التتبيله كتجيب سلاوي روعه، رائع جدا بدون لحوم، ما تشبعوش منه. واخر شيء غادي نضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون عندي هنا نصف كيلو ديال السلاوي مع هاد المكونات، غادي نضيف تقريبا واحد 4 ملاعق من زيت الزيتون. الا ما عندكمش ممكن ديروا الزيت النباتيه، ولا ممكن تخلطوا واحد 2 ملاعق ديال الزيت النباتيه وخليوه حتى الاخير، وضيفوا زيت الزيتون باش يحافظ على اللذه ديالو. اذا جميع المكونات درتها في طنجره الضغط، ما بقى لي الا اني نضيف واحد شويه الماء باش نطمئن الى انها ما غاديش تحرق، لان السلاوي كيف كتعرفوا كيشد واحد شويه الطياب. ضفت واحد نصف كاس صغير من الماء وغلقت على الكوكوط، حطيتها فوق النار باش تطيب. اذا ها هي بعد ما فتحت النار بعد مرور 20 دقيقه غلقت الكوكوط ودرت الصفاره طبعا، وخليتها فوق نار متوسطه شويه حتى الضعيفه، يعني ما تكونش النار مجهده باش ما يتحرقش، نار متوسطه شويه مايله للضعف. اذا بعد ما حليت كيف شفتوا معايا لقيتو معلك شارب المريقه ديالو، رائع وغزال زوين صافي. فكنقدمو بهذا الشكل هذا، كنقدمو على شكل سلطه دافئه، ولا ممكن تقدمو حتى طبق رئيسي، يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو الخضره وكيفضلوا انهم يتناولوها بدون لحوم. فهنا كيف شفتوا معايا حضرت معاها البطاطا المشرمله، كتعجبني بزاف معاها، يعني ما بغيش نطول عليكم الفيديو، لان اصلا البطاطا المشرمله حطاها في فيديو بوحدو
حطيت معكم بالعديد من الطرق، دائما كنحطها يعني كمقبلات كسلطة. فهذه هي وصفة اليوم، زوينة ولذيذة، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، راه اكيد غادي تعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش كيف على دعموا القناة، تخليوا لنا الإعجاب ديالكم، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة بإذن الله. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش شاركوا معنا ودعمونا باش تشجعونا إن شاء الله على تقديم المزيد. شكرا جزيلا على وفائكم وعلى حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.